مشاهدينا دلوقتي معادنا مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع لميع حمدين. اتفضل لنا. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام في العاصمة الألمانية برلين، ويشارك شكري مع نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسقوط ضحايا مدنيين في غزة باعتباره أمرا غير مقبول، مطالبا جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى تسبب القصف بإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين. كما استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها أمس بلدة قبطية جنوب جنين. أكد الجيش السوداني استقرار الموقف العملياتي في جميع ولايات البلاد، وفي بيان له أشار الجيش السوداني إلى وجود انتهاكات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع في أجزاء من مناطق العاصمة الخرطوم، كما لفت إلى القضاء على المئات من عناصر الدعم السريع وتدمير العشرات من العربات التابعة لهم، وذلك خلال تنفيذ قوات الجيش عملية تمشيط واسعة في منطقة الخرطوم بحري. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطط حلف شمال الأطلنطي لفتح مكتب في العاصمة اليابانية طوكيو تثبت عزم الحلف مواصلة عسكرات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي أن الناتو يستهدف العداء مع الصين وروسيا، وكانت وسائل إعلام يابانية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الناتو واليابان بشأن افتتاح مكتب للحلف في طوكيو بهدف إجراء مشاورات بين الجانبين حول مختلف القضايا. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كالونا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصين من أجل السلام والاستقرار في العالم، وذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني تشين جيانغ في باريس. هذا وجددت كالونا التشديد على وجوب سعي بكين إلى أقناع موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا والدفع بروسيا قدما إلى مسار السلام. من جانبه شدد وزير الخارجية الصيني على أن زيارته إلى باريس تستهدف العمل المشترك لتسريع التواصل والتعاون في شتى المجالات. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي في رادس، استعدادا لمواجهة الترجي في العاشرة مساء الجمعة في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وخاض لاعبو الأهلي إحماء وتدريبات بدنية قبل المشاركة في تدريبات تضمنت الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها مدرب الفريق مارسيل كولر خلال المباراة. وحقق فريق انتر ميلانو الايطالي انتصارا ثمينا على غريمه وجاره سي ميلان بهدفين دون رد في المباراه التي جمعتهما على ملعب سانسيرو في ذهاب دور نصف نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. ودخل انتر ميلانو اللقاء بقوه ونجح في تسجيل هدفين مبكرين عن طريق ايدن ديزيكو وهنريك ميختاريان خلال 11 دقيقه فقط. ومن المقرر ان يلتقي الفريقان مجددا على نفس الملعب الثلاثاء المقبل في اطار اللقاء الإياب من أجل حسم هوية الفريق المتأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية الأعرق على صعيد الأندية. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.